تتواصل لليوم الثاني على التوالي المفاوضات في الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، إذ تعتزم الولايات المتحدة إنهاء التدخل العسكري في البلاد وخفض قواتها لقاء قطع طالبان كل العلاقات مع تنظيم القاعدة ووقف أعمال العنف. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي عقد في سيدني، أكد رغبة بلاده تطوير قرار دبلوماسي لضمان أن أفغانستان لن تصبح منبرا لإرهاب يهدد الولايات المتحدة، على حد تعبيره. لقد أوضح الرئيس ترامب أن رغبته تتمثل بأن نطور قرارا دبلوماسيا يسمح لنا بتقليل الموارد الموجودة في البلاد، مع ضمان أن أفغانستان لن تصبح أبدا منبرا للإرهاب يمكن له أن يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.